السلام عليكم ورحمة الله. دي امتحانات كونكت 3 ثالثة ابتدائي على حسب مواصفات امتحان شهر أكتوبر إن شاء الله. بص على الامتحان الأول. choose the correct answer. اختار. number one, I am a, أنا إيه؟ I help sick children. I help يعني أنا بساعد sick يعني مريض. أنا بساعد children sick, children يعني أطفال, وsick يعني مريض. يبقى أنا شغال إيه؟ I am a teacher, student, nurse, vet. teacher يعني مدرس, student طالب, nurse ممرضة, vet طبيب بيطري. مين بقى اللي بيساعد ال sick children أطفال المرضى؟ هتكون ال nurse. number two, stay at home, افضل قاعد في البيت. if you have a, if يعني لو عندك a, خليك قاعد في البيت لو عندك إيه؟ لو عندك fever ولا skin ولا bone ولا هو. طبعا فيفر يعني سخونية, حمى أو سخونية, سكين يعني جلد, بون يعني عظمة, هارت يعني قلب. يبقى خليك قاعد في البيت لو عندك إيه؟ لو عندك فيفر يعني حمى أو سخونية. What does your stomach do؟ ماذا تفعل معدتك؟ معدتك بتعمل إيه؟ It digests food. هو معرفش هي متجاوبة, بس المفروض إن أنا أختار كلمة digest. digest يعني تهضم. It digests food يعني هي بتهضم الطعام. في الإنجابس يعني إحنا عندنا كلمات, هنختار كلمة من الكلمات دي ونحطها هنا, نركز فيها قوي ونكتب, ما نبدأش غير بالحاجة اللي إحنا متأكدين منها وبعدين نحط عليها إيه شرط. happy, clean. happy يعني سعيد, لازم نترجم الكلمات. الكلمات اللي أنا عارفة معناها تمام, اللي أنا مش عارفة معناها هسيبها. happy سعيد, clean نظيف أو ينظف, feels يعني يشعر, living room حجرة معيشة, mummy tired يعني مجهد أو تعبان, help يعني يساعد. هاني and هانا are at home. هاني وهانا في البيت. in there فين؟ in there ايه؟ قاعدين فين؟ in يعني في, in there ايه؟ حط هنا رقم واحد, in there living room. خلاص أنا خدتها, اشطب عليها كده. يبقى هاني and هانا are at home in their living room. They are talking, هما بيتكلموا to مع مين؟ to mommy, بيتكلموا مع مامتهم. mommy unhappy, mommy تشعر بعدم السعادة. يعني هي شعور يعني feels, mommy feels unhappy and تحس كمان إن هي tired ومتعبة. هانا and هاني كان, هانا وهاني يستطيعوا إن هما, على فكرة القطعة دي خدناها كتير, هانا and هاني كان help here. أنا وهاني بيقدروا يستطيعوا إن هما يساعدوها. زي كان ممكن يعملوا إيه؟ clean the kitchen. زي كان clean the kitchen. بس ده الامتحان, شكل الامتحان كده. بص على الامتحان التاني. choose the correct answer from A, B, C or D. how do you feel؟ كيف تشعر؟ I feel unhappy. أنا أشعر بعدم السعادة and عشر بعدم السعادة وهبي. أنا حاسس إن أنا مش فرحان وفرحان, حاسس إن أنا مش فرحان ومتحمس, ولا حاسس إن أنا مش سعيد وتايرد. تايرد, حاسس إن أنا مش سعيد وكمان تايرد يعني متعب. I feel hot, أنا حران. I have a, معنى كده إن أنا حران, يبقى أنا عندي إيه؟ عندي fever يعني سخونية أو حمى. my digests food, اللي بيهضم الطعام, my stomach. في الإنجابس نملى المكان الفراغات. drink يعني يشرب, sleep ينام, video have, water يعني يا إما مية, water معناها يا إما مية يا إما يسقي, water معناها يا إما مية يا إما يسقي. handles يعني يرش, tissue اللي هو مناديل ورقية. to stay healthy follow these rules, حتى تبقى بصحة جيدة اتبع هذه القوة. drink much, اشرب drink much ايه؟ drink much water. walk to school, امشي إلى المدرسة. don't drink cola, لا تشرب المياه. sleep for 8 hours, نام لمدة 8 ساعات. sleep for 8 hours. كل الجمل اللي أنا ببدأها بالفعل دي جمل أمرية. walk يعني امشي, don't drink يعني لا تشرب, sleep يعني نام. don't play, لا تلعب video games. don't play video games. stay at home, افضل قاعد في البيت. if you
في هنا النقط المفروض هنا لو انت عندك fever. If you have a fever المفروض ايه هنا قبل الفيفر. If you have a fever خليك قاعد في البيت لو انت عندك سخونية. Cover your mouth and nose غطي انفك وفمك with a tissue يعني غطي فمك وانفك بمنديل ورد. If you have cold لو عندك برد. Wash your واغسل ايه على طول wash your hands. طبعا انا بعمل ارقام بس عشان بس الوقت لكن احنا بنكتب رقم وبعد ما نتاكد من كل الاجابات ونتاكد منها تمام نبقى نكتب نحط الكلمه مكان النقط. Choose the correct answer اكمل الاجابه الصحيحه اختار الاجابه الصحيحه. Hannah feels she wants a sandwich عايزه سندوتش هي feels ايه؟ She feels hungry. What is the matter؟ What is the matter يعني ما الامر مالك؟ I have a عندي a cold. cold يعني برد مش هينفع اقول I have a water انا عندي ميه انا عندي مانجا انا عندي ميديسين لا مالك what is the matter مال الامر I have a cold. bones help us البونز يعني العظام بتساعدنا ان احنا move يعني نتحرك. fill in gaps جوس عصير lunch box عصي صحي فيل يشعر درينك يشرب فروت فاكهة كاروتس. My name is أميرة اسمي أميرة. Look at my healthy look at my healthy إيه؟ لانش بوكس بص على الهيلثي لانش بوكس بتاعي. I help my mom أنا بساعد أمي prepare my lunch box بساعدها في تحضير اللانش بوكس بتاعي. I wash the vegetables بغسل الخضروات and fruit والفواكه. مام قطس ذا مامتي بتقطع ذا كاروتس ذا كاروتس قطع الجزر and cucumbers and I make the sandwich وانا بعمل الساندويتش. I don't like to انا لا احب كولا. I don't like to drink كولا ما بحبش اشرب كولا. مام makes some fresh orange مامتي بتعمل لي بعض الاورنج الفريش. اورنج ايه؟ some fresh orange ايه؟ اورنج جوس عصير فواكه ده رقم 5. And on some days وفي بعض الأيام I take a bottle of milk ساعات باخد إزازة لبن. I like food I like healthy food بحب الطعام الصحي. Because it makes me strong بيجعلني strong قوي. هنا النقط هنا معلش. Because it makes me feel strong because it makes me feel strong يبقى في هنا نقط قبل كلمة strong وهنا هحط كلمة feel اللي هي آخر واحدة. شايفين شكل الامتحان عامل ازاي؟ choose والكلمة اللي أصلا. I lost my phone I am so sad أنا فقدت تليفوني يبقى أنا حزين. I like to eat banana أمال دي إن شاء الله سهلة خالص. It's to drink medicine with an adult إن إحنا نشرب دواء ومع حد كبير يبقى it's safe آمن إنما لو قال لي without an adult without an adult يعني بدون حد كبير يبقى dangerous. ده محادثة بين هاني وداد هنكملها من فوق. هاني داد are you okay هل انت بخير. are you okay no I لا انا اشعر بالمرض. no I feel sick no I feel sick. what is the matter ما الامر. what is the matter I have a headache I have a headache انا عندي صداع. Can I get you anything؟ أجيب لك أي حاجة؟ Can I get you anything؟ Yes please. أيوة لو سمحت. A glass of عايز كوباية water. A glass of water.
and my medicine. الدواء بتاعي يبقى عرفنا شكل الامتحان عامل ازاي. 3 أسئلة choose وسبع فراغات هنملاهم. choose the correct answer from A, B, C or D. Daddy is coming home soon. بابايا جاي قريب. I feel excited. خدناها كتير قوي. I feel excited. I can the kitchen. أستطيع أن أعمل إيه في المطبخ؟ I can clean the kitchen. My protects my body. اللي بيحمي الجسم. My skin. الجلد بتاعي. Protect يعني يحمي. Fill in gaps. Are hospital kind medicine drink nurses health. When معناها عندما. When we are ill, عندما نكون مرضى, we go to the hospital. We go to the hospital. The doctors and يعني الأطباء والنيرسز. The doctors and the nurses help us. They are very kind. هم طيبين جدا. Doctors and nurses check our بيفحصوا صحتنا, بيطمنوا على صحتنا. Check our health. They give us بيدونا medicine. They give us medicine بدون أدوية. They very important. هم يكونوا مهمين جدا. They are very important. They advise us بينصحونا to drink medicine إن إحنا نشرب الدواء with an adult مع حد كبير. ده كده شكل امتحان شهر أكتوبر. إن شاء الله لو في حاجات تانية بإذن الله هنزلها إن شاء الله. السلام عليكم.